قد عاد الضباط والعسكريون المتقاعدون مجدداً إلى الشارع، رفعوا الصوت معترضين على ما يصفونها سياسة قدم لحقوقهم بدأت منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب قبل 3 سنوات ولا تزال مستمرة. هناك متقاعدون عسكريون صرحوا من الجيش والقوى الأمنية ب1/1/2019، حتى اليوم لم يتقاضوا رواتبهم. نريد أن نسألهم كيف تعيش يا معالي الوزير دون راتب 9 أشهر فقط؟ هذا أهم سبب للتظاهر اليوم، هذا أهم سبب. إذا فعلا ما في أموال خل تعلن الدولة أنه هي أفلست، أما نحن كمواطنين اللي عم نشوفه ما عم نشوف أنه هالإفلاس الحقيقي، بنشوف مظاهر البزخ والوفود والزيارات والمؤتمرات بالوقت اللي لما الموضوع بيتعلق بحق العسكري إن كان المساعدات مدرسية ولا مرضية بنلاقي أنه عم ياخدوا قرارات تعسفية استنسابية قد تصل إلى حدود تجاوز حد السلطة. لا يسقط الضباط والعسكريون المتقاعدون من الحساب إمكان التنسيق مع مجموعات أخرى من الحراك المدني لتنظيم تحركات اعتراضية في الفترة المقبلة في حال بقيت الأوضاع على ما هي عليه. هذا التحرك تحذيري كما يؤكد العسكريون المتقاعدون، فإذا لم تقر المطالب ستليه تحركات أخرى، وذلك على وقع تراكم الأزمات المعيشية التي لا تزال تنتظر حلولاً ناجعة لم تتوفر حتى الآن. لم يوفر التعميم الصادر قبل أيام عن حاكم مصرف لبنان حلولاً نهائية لأزمة استيراد المشتقات النفطية والقمح والدواء، بل برزت أزمة طحين قد تتحول إلى أزمة رغيف إذا ما نفذت المطاحن إضراباً وسط التأكيد أن المخزون لا يكفي أكثر من 1.5 شهر. بظل هالوضع القائم لا يمكن نقدر نستمر بالإنتاج، من حقه صاحب المطحنة أن يرفع الأسعار. يعني بدي صدق أنا أني أنا بوقف على عند الصيرفة قد ما بدي بيعطيني دولار، وبفوت على البنك حد منه البنك ما عنده دولار. في مؤامرة على البلد مش مطلوبة من أصحاب أفرع، مطلوبة من الدولة. أزمة الاستيراد بالدولار والبيع بالليرة تطال كذلك قطاع الدواء، فيما بات واضحاً أن المطلوب من الحكومة إجراءات إصلاحية جدية تعيد ثقة المجتمع الدولي بها لتحصل على ما تريده من دعم، وإلا فإن الأزمات المعيشية إلى ازدياد دراماتيكي. كلودي أبي حنا، الغد، بيروت.